مساء الرضا، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم عملت لكم ألذ وصفة في العالم، استربس الدجاج. من ما يحبش استربس الدجاج؟ وجبت لكم طريقته بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل البيوت ان شاء الله، ولا في بو فلسفة ولا اضافات ولا شي، بهارات بسيطة، طريقة بسيطة والكل يقدر يعمله، وخصوصا انه ألذ من المجمد او المفرزن اللي تشتروه، وألذ كثير من اللي تشتروه من المطاعم او تطلبوه من المطاعم. تقريبا اذا عملتوا دي الطريقة مستحيل عاد تشتروا مفرزن او تروحوا تاكلوه في مطعم، جدا لذيذة. وعندي في البيت عادي يروحوا ياكلوا بروست او نطلب بروست، لكن الستريبس دايما يفضلوا حق البيت. الستريبس الزنجر هو يعني يفضلوا لازم اعمله في البيت، وجدا لذيذ. مكونات قلت لكم بسيطة، وشوفوا ما شاء الله القوام كأنه من برع. تقدموه كده مع الثومية، طبعا طريقة الثومية موجودة. بس قبل ما تشوفوا هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل جرس الاشعارات، ولايك وكومنتس حلو من. خلونا نبدأ بالمقادير. أول حاجة لازم أقول لكم إياها إنه هذه الطريقة تنفع حتى للبروست، بروست الدجاج. بس في اختلاف إني طبخ بروست الدجاج، لأنه الدجاج اللي في عظم يأخذ وقت أطول في الاستواء، لكن دايما الصدور المخلية تأخذ وقت أقل. فبروست الدجاج إذا بتعملوا نفس الطريقة حلو تطبخوه بقدر الضغط. وخلونا هنا بالمقادير. هنا عندي صدور دجاج مقطعة إلى أصابع، ضفت لها فلفل أسود وملح، وكمان بابريكا حلوة أو حارة زي من الرغبة. وهنا عندي زبدة الثوم اللي عملناها، تتذكروا زبدة الثوم اللي عملناها؟ ضفوها، أو ممكن تضيفوا بودرة ثوم مع زيت، ونص كوب من الحليب. خلص خلطوها مع بعض. تمام، شوفوا كيف تقطيع، أرويكم هنا تقطيع كيف الأصابع، لا هي رفيعة ولا هي سميكة، تكون وسط. خلوه يرتاح أقل حاجة ساعة في التلاجة، تمام، وإذا ليلة كاملة يكون أحسن. تعالوا نجهز البطاطس. عندي هنا البطاطس، أنا استخدم هذه القطاعة، ما شاء الله تقطع البطاطس زي بعض، ولما يتقطع البطاطس زي بعض يكون صراحة يستوي بنفس الوقت كله. أغسله تمام وبعد النشا منه، بعد كده أنقعه بماء بارد مع ربع كوب من الخل. شوفوا لازم أقل حاجة أنقعه 20 دقيقة أو ساعة. أنا أحطه في التلاجة وقت ما قدني بقلي بقلي. خلص غطيته وحطته في التلاجة، يمكن جلس ساعتين في التلاجة مع الدجاج لما حطيته. نعمل خليط التغطية. عندي كوب ونص من الدقيق الأبيض وربع كوب من النشا، وعندي نفس البهارات، بابريكا حلوة أو حارة، ملح، فلفل أسود، وبودرة الثوم كمان. هذه فقط البهارات. طيب الآن أخلطه تمام، وشوفوا لازم أخذ نصف الخليط، أو يعني نصف كوب من الخليط هذا اللي خلطته، لأني بعمل فيه بضيف له ماء. تمام، أخذ الربع تقريبا أو حسب كمية الدقاق اللي متوفر معاكم. الربع اللي أخذته من الخليط بضيف له ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، بخلطه تمام. بعد كده بضيف له ماء وخل، ماء بارد وخل تقريبا. شوفوا أنا استخدمت الماء والخل اللي نقعت فيه البطاطس، لأنه مش نقعناه بماء وخل، استخدمت الماء تبعه، هو كان بارد يعني. وخلص وضفته لما حصلت على قوام نفس قوام يعني يكون يغطي لي الدجاج، انتم بتشوفوا بعين قوامه. هنا قليت البطاطس، وعلى اول ما خلصت قلاية البطاطس بديت اني قد جهزت كمة الدجاج، بس يعني التصوير تعرفوا كيف، على طول حطيت الدجاج على حرارة الزيت تبع البطاطس. شوفوا اخذ الدجاجة واغطسها بالسائل اللي عملناه، شوفوا كيف قوامه زي كده، لازم يغطي الدجاجة ما يكونش خفيف ولا تقيل. بعد كده احطه في الطحين الباقي اللي كان موجود، اللي مع البهارات كمان خلطناه. لازم كده تضغطوا عليه، شوفوا بالضغط كيف اضغط عليه، لازم كده نحن نقول بعدين نكبس، لازم كده بعدين تنفضوه، لازم ينتفض تمام تمام من الطحين. انفضوه يعني بحركة خفيفة، مش تنفضوه لما تخرجوه كامل تخلوه ينزل كامل، لا انفضوه يعني كده بخفة، لازم تضغطوا عليه بعد كده تنفضوه. ايش السر انه يكون ايش؟ لازم في الدجاج يحصل تشرخات او تشققات، انتم بتشوفوها كيف، لازم كده يرتسم على الدجاجة مثل التشرخات، هذا يعني مضبوط، بيعطيكم قوام رهيب في الدجاج. انتم بتشوفوا الان كيف برويكم التشققات او التشرخات اللي تظهر عليه، يعني ما يكونش مغطى كله، لا يكون نفس كده. هذا لما تجوا تنفضوه بيظهر معاكم، لما تجوا تنفضوه الدجاجة الآن من الطحين بيطلع معاكم التشققات والتشرخات هذه. الآن بتشوفونه في الفيديو، شوفوا كيف أنا أرويكم كيف أنفضه، شوفوا كيف التشققات زي كده، هذا يخلي الدجاج ممتاز لما ينقلي ومقرمش. هنا كمان حبيت أرويكم، شوفوا كيف زي كده. الآن أني طلعت البطاطس،
على طول بعد ما طلعت البطاطس الشيبس حطيت الدقاق على نفس الحرارة، طبعا النار وسط تكون، ما تكونش حامية. ياخد من 5 دقائق 4 دقائق كده، من 4 دقائق إلى 5 دقائق، ويستوي بسرعة أول متحمر. وكمان حاجة مهمة، انتبهوا أول ما تحطوه في الزيت تحركوه أو تمسكوه أو تقلبوه بالملعقة. انتبهوا أول ما تحطوه ابتعدوا منه، خلوه أول ما يطوف يطوف لفوق الزيت، خلاص ابدأوا عادي قلبوه. لكن انتبهوا لما تقصوا تقلبوه وعادكم حطيتوه كله يطلع الغلاف تبع اللي عملتوه، يعني عرفتوا يفتك منه الغلاف، لا يعني أول ما يطلع على وجه الزيت كده يرتفع على وجه الزيت قلبوه عادي. الآن شوفوا أنا حطيته وخلاص ما عاد امسكوش إلا لما يطوف، يبدأ يطوف يعني امتسك فيه بالغلاف تمام. خلاص ابدأ اقلبه وخليه يتحمر، اقلبه على الجهتين، لما اوصل على هذا التحمير خلاص اطلعه. يكون قدركم 4 دقائق. والان ما شاء الله شوفوا كيف قدمته، نفس المطاعم، حطت هنا الكاتشب وحطت كمان ثومية. انا عملتها بفيديو تقريبا الشاورما، عملت لكم اياها، وبحط لكم كمان فيديو الشاورما عشان تدخلوا وتشوفوا الثومية كيف عملته. جدا روعة، وصدقوني ما فيهاش نشا، وتطبخوها على النار وكده، ألا ثومية بتقربوها، جدا لذيذة. وصراحة أنا ما قدرش، يعني المنظر هو اللي تحدث، يعني أنا ما فيش داعي إني أتكلم وأخويكم بصوتي وأقبلكم الصداع، لكن أنا حابة كده هنا سوف أسكت قليلا احتراما وتقديرا. حاجة جدا روعة، إن شاء الله تقربوه، والصراحة صدقوني بتعتمدوا، بتصير طريقتكم المعتمدة. طيب الآن بعطيكم نصيحة عشان ينجح معكم تمام الاستريبس ويكون قوامه حلو ولونه حلو. النشا اللي نضيفه مع التغطية حق الدقيق، انتبهوا يزيد، يعني أنا بكتب لكم الكمية بصندوق الوصف تمام، الكمية نفس اللي أنا عملته، وأنتم على ضوء، إذا أنتم عندكم كمية دقيق زيدوا على ضوء الكمية، لأنه إذا زاد النشا أول حاجة لما تقول تقلوا الاستريبس بالزيت ما بتحمرش معكم، بيكون كده مبيض، وغير كده بيكون طعم النشا طاغي. علشان كده لازم يكون النشا قليل، يعني ما يكونش كتير مع تغطية الطحين، يعطيكم طعم زي طعم KFC، يعني الصراحة نفس الشيء تقريبا اللي يدوقه عندي يقول نفسه وممكن أحسن كمان. وكمان حابة إني أكلمكم حاجة، الماء والخل اللي ضفته ممكن تستبدلوه بمياه غازية أو 7 أب، بس نحنا دايما ربات البيوت مش متوفر معانا المياه الغازية أو 7 أب، فهو الفكرة من نوع إنه يعمل لكم فوليوم في الخليط. نحنا لما نسكب بكربون بيكنج باودر مع خل، شفتوا كيف يفوش يعني يتفاعل، فهو القصد زي كده. فأنتم إذا عندكم مياه غازية حطوه، أو ممكن تعملوا 7 أب، بس أفضل حاجة لربة البيت إنها تستخدم الماء مع الخل، وهذه معلومات بسيطة، وبالعافية لي ولكم.